هل الوزير الصفدي مرشح لرئاسة الحكومة؟ أهو حليف الرئيس ميقاتي أو التيار الوطني الحر؟ أين أصبحت الموازنة وماذا جرى بتسوية المليارات؟ ما هو موقع طرابلس في 5 وزراء منها إنمائياً وأمنياً؟ طرابلس سلفيون، أصوليون أو مستقبليون؟ تواصلوا مع كلام الناس عبر هذا الموقع وأجيبوا على السؤال التالي. كما يمكنكم تحميل أبليكيشن كلام الناس عبر الموبايل. وزير المال محمد الصفدي مع مارسيل غانم في كلام الناس الخميس 9:30 مساء مباشرة على الـ LBC International.